عبد الله ما ينفعش يشتغل معانا، كل حاجه هتفضل زي ما هي، انا بستلم وفارس بيسلم. يا زكريا، عبد الله ده يبقى ابن عمك، بعدين احنا محتاجين ناس جداد، ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفس، انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كاره وكاره الخير لينا يا عمي، هو هيبقى العمده بعد ما ابوه ربنا يفتكره، بس بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار ما فيهاش حاجه يعني، وانت موجود يا عمي، انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا، انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال اللي انا هبقى كبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارس ايه؟ لا انا ولا عبد الله ننفع يا زكريا. بصراحة يا عمي انا شايف ان زكريا كلامه صح، يعني على الاقل الفترة دي ما ينفعش ندخله حد مكانه، الله اعلم من الخاين. وامانة ربنا الرجالة كلها بتحب زكريا وبتحترمه. يا عبد الله والله ما كانت صورتي، وانا قلت لك الف مره قبلك ده، تعال اعمل لك بروفايل على الفيس وانت تشوف بنفسك. فيس ايه ومستجران ايه اللي بيقول عليه ده؟ شايفين عيل فرفور؟ وبعدين يعني الواد حمداني بيكذب؟ ايوه طبعا بيكذب، حمدان اصلا مش عندي في الفريندز. عارفه يا رجايه، لو عرفت انك نزلت صوره على الفيس ده ولا حتى لوحده شبهك هكسر التليفون على دماغك، فاهمه؟ يا عبد الله انا عارفه انك بتحبني وبتغير علي، وانا استحاله اعملك ده. خير يا عبد الله، قاعدين لحالكم ليه؟ خير يا بنت عمتي، وفيها ايه يعني؟ وانا غريب؟ انتوا عشان قعدتوا لكم يومين في مصر خلاص؟ فكرتوا نفسكم اجانب؟ قومي يا بنت يا رجية، بدل ما نادم امي تشوف لها صرفة معاكي. خير يا اختي مالك، داخلة سخنة علينا كده. معلش يا رجية، عايزين نجيب لها بوي فريندك في صالح كده، ياخدها جنبه في الكابورليه. ما تكلم يا عبد الله، ده نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي يا بنت عمتي، وبعدين ما لهاش لازمة هبة النفس انا بتاعتك دي. نفسيتك طلعت على هدومك، وبعدين انا قاعد في بيت عمتي وبادبي، انا اعرف الاصول زين، ولا هو دي واجب الضيافه يا عيشه؟ ايوه ايوه عاد هو ده واجب الضيافه. بس يا عيشه كيف هياك عراك؟ انا ماشيه وسايبها لك خالص، ارتاحي يا اختي. عجبك كده والشلبومه؟ خليكي قاعده كده لوحدك زي قرد قطع، هنسيبها لك مخضره جاتك القرف. أنا منبسط قوي يا أولاد لما بشوفكم مع بعض. الله يخليك يا عمي، وعشان كده بقى أنا عايز أفتح حضرتك في موضوع. موضوع إيه؟ يعني كنت عايز أخلي الفرح السنة دي، بصراحة مش لاقي أي سبب يخليني بعيد عن ياسمين طول الفترة دي. ده خبر كويس قوي، بس زي ما اتفقنا هتعيشوا معانا هنا. اللي تشوفه يا عمي. ممكن اعرف ما كنتش بترد عليا ليه؟ ما كنتش برد وخلاص، ايه اللي حصل يعني؟ يا سلام، ومن امتى بقى ان شاء الله؟ من الصبح. وبعدين ما انا جيت لك اهو، عايز ايه تاني؟ فيك ايه متغير يا زكريا؟ طول عمري كنت بحس باللي هيحصل من قبل ما يحصل. انا حاسس دلوقتي ان اللي هيحصل عمره ما عدى علينا قبل كده. لو اللي متولي عمله ده كان نجح، كان هيخلي الناس كلها تروح تقف جنبه، وساعتها كان هيعملوا فينا ألعن من اللي كنا بنعمله فيهم. انت مخبي عليا ايه يا زكريا؟ مش مخبي حاجة، بقول لك ايه، انا جاي تعبان وقرفان وعايز افك. ممكن ممكن ايه يا ابني؟ هو البيت كئيب قوي كده ليه؟ ما انت عارف عمي لسه ميت والدنيا مقلوبة. بس حلو شغل السلاح والاكشن ده. هو انت بتعرف تمسك سلاح يا حازم؟ للاسف لا، بس اخويا زكريا مع السلاح بتاعه. طب بقول لك ايه، صح، وحوار ان ابوك تاجر سلاح والكلام ده ايه؟ هو فتح فين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جرايد. طب بقول لكم ايه، خلاص فكوكم الشغل ده. هو انا ممكن ارول هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، انا امي لو دخلت علينا في اي وقت ممكن تبهدلنا. هو انت مش مسيطر هنا خالص يا حازم؟ ده انا بقول لهم امي قاعده عادي يعني.
يا ستي المشكلة مش في أمي، المشكلة في أمك أنت. وبعدين اهدي علينا كده، الواد لسه جديد ها؟ ما تزعلش مني يا حازم، بس أنا أول ما أفتكر أول مرة سمكت فيها عملت إيه؟ بموت من الضحك. أه عشان أول مرة على فكرة. أه بقول لكم إيه بقى؟ أنتوا الحشيش اللي أنتوا جايبينه ده أفغاني ولا ألماني؟ ألماني؟ أنت قلت لي أبوك فاتح فين؟ بقول لكم إيه؟ أنا هطلع أراقب الجو بره وأنتوا رولوا سجارتين كده بسرعة ها؟ لا تعجبني وانت مسيطر يا برو. محسن بيه، في واحد من المرشدين قال لنا ان زين العطار هيخبي شحنه سلاح جايه له في مخزن من مخازن الرايق. يا سلام، وهو المرشد بتاعك ده بقى عرف منين المعلومات الفظيعه دي؟ معرفش يا فندم، هو مرضيش يكشف عن المصدر عشان خايف، بس انا متحفظ عليه لو سيادتك عايز تستجوبه او اي حاجه. وهو زين العطار ما عندوش مكان في المخازن بتاعته، قام قاعد يدور على مكان في مخازن تانية؟ ليه؟ بيبيع مكرونة؟ جري يا أكرم، ما تتبل شغلك يا ابني بقى، ما تخليش حد يضحك علينا. يا فندم أنا متأكد من اللي بقوله. أنا متأكد كويس قوي إن أنت ما انتش شايف شغلك، كل همك هو زين عطار وبس. رأيي بقى إن أنت تشوف شغلك يا حبيبي، خد عظة للي حصل يوسف. مع السلامة. ألو. أيوه حاج زين، إزيك؟ لا أبدا، بس اللي كنت عامل حسابه حصل. أخبتك في بناتك يا زينب، يعني يا معدلة، ما كنتش عارفه تتجوزي المنيل صالح لهبل ده؟ مش عارفه؟ انتي مش احلى من البت المعصعصه اللي جابها دي؟ ولا لا؟ احنا مش مكتوب علينا نطلع من المخروبه دي ابدا، ولا لينا في الطيب نصيب. ما حبنيش يلا. ما حبنيش، اعمل ايه؟ ما انتي عارفه. الحب ما يتشريش ولا بيتعمل غصب ده. ليه يا اختي؟ وهو هيلاقي احلى منك فين؟ يا بنت زينب. انت اللي مش عارفه قيمه نفسك. لكن معلش اقول ايه، انت مش حركه، ما فيكيش كده نفس وروح تعملي حركات عشان تتجوزيه. اعمل لك ايه؟ انت غاويه تفضلي كده، خليكي قاعده. النبي ما انت رايحه في حته، خليكي لحد ما تمشيش وتعفني جنبي. هو انت ما بتزهقيش ياما من السيره دي؟ عاد ما تهمل البت في حالها. ما انت عايزه دورك، خليني مهملاكي. ده انت عامله لي عله على قلبي انت بالذات. ومالك يا بنت بتكلميني وانت عامله قرفانه كده؟ كانتك مصيبه منك ليها يا عره البنات. انت خلاص ضاقت بيك الدنيا كلها، ومش لاقي حد تحبيه غير عبد الله يا خايبه. بحب ورايدني وهتجوزه، موت بغيظك يا زينب. انت بغيظك يا زينب؟ بقول لك ايه، انا ما اسميش زينب، احترمي نفسك، اسمي اما. ومعلش بكره تقولوا امنا جالت. يا شيخه كانتك خايبه وانت عامله زي ليمونه في بلد قرفانه، على طول بتتكلم كده. قومي افتحي لي التلفزيون، قومي فزي، هاتي لي برامج التوك توك شوز دي، خلينا احرق دمي زي ما انتوا حارقينه. كاتكم نيله. احنا هنتجوز امتى يا زكريا؟ ايه يا ناديه؟ هو انت كل ما تبسطيني شويه ترجعي وتعكنيني عليا تاني؟ ليه؟ هو سيره جوازنا بقت عكننه؟ انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ولا احنا هنفضل مترافقين كده على طول؟ وانا ايه اللي يخلينا استحمل الوضع ده؟ عشان بتحبيني. وانت كمان بتحبني وما بتحبهاش. نادية ما تجيبيش سيرتها تاني. ليه بقى؟ هي بنت الملك وانا بنت الخدامة؟ لا فوق، انا نادية الرايق اللي شباب مصر كلهم بيتمنوا النظرة منها. خلينا نبعد عن بعض شوية يا زكريا، وانت ساعتها هترجع لي، بس مش هتلاقيني موجودة، وانا عارفك اكتر من نفسك، بلاش تضيعني من ايدك احسن. قال لي تعالي لي البيت عايزة اشوفك. قلت له مش عايزة اعرفك تاني، شتمني. قلت له انت مش عارف انت بتكلم مين، والله العظيم لا اوريك. بعت لي صور زي ما انت شايف، ما كنتش عارفه اعمل ايه، لقيتني بموت نفسي. وما قلتليش ليه من الاول؟ ما كنتش عارفه افكر، يعني كنت خايفه ولسه خايفه ومش عارفه اعمل ايه. انت الوحيد اللي جريت عليا علي عشان باثق فيه، وعارفه ان انت عمرك ما هتضرني. الواد ده عنده صور تانية غير دي؟ معرفش. أمال مين اللي يعرف؟ وإزاي أصلا تسمحي له صورك صور زي دي؟ صور زي دي إزاي يا علي؟ إحنا
اتخطبنا او كنا بنتقابل بس ما حصلش حاجة. علي انا اختك، تتصدق عليا كده؟ مش هتفرق يا سلمى، الواد ده عنوانه فين؟ هتعمل ايه؟ هتصرف. عم زين لو شاف الصور دي ممكن يقتلك، وانا مش هقدر استحمل حاجة زي دي تحصل. هاتي العنوان. عصيت الامر يا حسن. لا عاش ولا كان ليعصي امرك يا شيخ سلمى. انا بس مش عارف كل حضرتك ايه. حقك على راسي. لا راسي ولا راسك، الحج حج. اللي تحكم بيه يتنفذ يا مولانا. الحكم حكم الله، والعقاب عرف، والعرف لازم يتنفذ. مساء الخير. خير يا حاج زين، قلقتني. هو انت بتقلق ابدا يا فتحي؟ خير. كنت عايز اسالك بس على شويه معلومات كده كنت نسيتها في الكوتشينه. كوتشينه؟ اسال براحتك يا حاج. هو الجوكر بيعمل ايه بالظبط في الكوتشينه؟ ولا اي حاجه. ولا حاجه، ملوش لازمه الا مع غيره. زيك كده بالظبط، خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟